ومعنا من القدس المحتلة الدكتور جمال عمر، الخبير في شؤون المقدسية، للحديث عن أهداف الاحتلال من إطلاق حملة جديدة لبناء مستوطنات جنوب شرق القدس والرفض الشعبي والرسمي الفلسطيني والعربي لهذه المستوطنات الجديدة. أهلا وسهلا بك دكتور جمال معنا. حياكم الله ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. أهلا بكم. عدوان جديد من الاحتلال بقراره إنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس، ماذا يعني لكم ذلك دكتور؟ يعني تحقيق لأحلام الصهاينة وتحقيق لأحلام المستوطنين الذين حملوا بضائعهم ويسوقونها الآن في الأسواق العربية. ألم تشاهدوا عتات المستوطنين من الجمعيات الإرهابية كيف تفعل الآن في التطبيع؟ ألم تشاهدوا أيضا قطعان وسواب المستوطنين في رحاب المسجد الأقصى المبارك يريدون بناء مدرسة والاستيلاء على جزء من الأقصى؟ وبالتالي الذي يريده الاحتلال من هذه المستوطنات الجديدة هو أن يغلق آخر كوريدورات أو ممرات يمكن أن تصل جزء من المدينة المقدسة المحتلة عام 67 بمناطق معينة في الضفة الغربية، من الجنوب مع بيت لحم، من الشرق مع أريحة، أو من الشمال مع رام الله. هو يريد إغلاق هذه الكوريدورات، إغلاق هذه الطرقات والممرات حتى لا يعود هناك أي اتصال جغرافي بين القدس أو جزء من القدس والأراضي الفلسطينية التي مع السلطة الفلسطينية، وبالتالي يعدم أي فرصة لما يسمى بمحادثات السلام أو يسمى باتفاقيات السلام أو على شاكلة ذلك. هو يريد خنق المدينة بثلاث أطواق استيطانية من جميع الجهات، وبالتالي أنت تلاحظ أن المستوطنات تأتي في جفعات ماتوس، هذه الأرض المسلوبة والمصادرة، تأتي على أرض جبل أبو غنيم هار حماه، وتأتي على أرض إيوان المستوطنة الشرقية على غور الأردن على طريق أريحة، وتأتي أيضا حيث جاء ما يسمى وزير الخارجية الأمريكي هذا بومبيو، جاء اليوم على مستوطنة يعني بزاغوت شمال رام الله، إذا شمال شرق رام الله. إذا نحن أمام كارثة محققة من جميع الجهات، بحيث يتم إغلاق المدينة إغلاقا تاما وخنقها بشكل نهائي أمام التمدد الفلسطيني. نعم. أو الاتصال الجغرافي مع الأراضي الفلسطينية. نعم. إذا هذا دكتور مخطط شيطاني تحاول دولة الاحتلال المارقة أن تجعله أمرا واقعا في هذا التوقيت الحساس والخطير، وهو يعني يتزامن مع إعلان بومبيو عن زيارة قريبة لتلك المستوطنات، وربما مع الأيام الأخيرة لإدارة ترامب. ما خطورة هذا التوقيت طبعا وهناك انشغال عربي واضح عن القضية الفلسطينية؟ هو ترسيخ أمر واقع، وتعودنا منذ عام 1948 ثم منذ عام 1967 أنه لا يمكن أن يتراجع الاحتلال عن أي خطوة قام بها. عادة يحقق شيء ثم ينطلق للخطوة التي تليها. نعم. وبالتالي هو يغتنم الزمن. آخر أيام متبقية لهلاك العصر دونالد ترامب ولفريقه الذي يسانده من مستشارين ومجرمين الذين ركعوا الأنظمة العربية، وأيضا ها هم يعني يحشرون السودان في زاوية، وأنتم تلاحظون ماذا يفعلون بالسودان وغير السودان. على كل الأحوال هم يستغلون آخر أيام لدونالد ترامب هلاك العصر ومستشاريه من كوشنر جرين بلات، حتى هذا الصعلوك أكرمكم الله المستوطن الذي يسمونه سفير وما هو بسفير من عتات المجرمين، هذا ديفيد فريدمان في القدس. هؤلاء جميعا أطبقوا على القدس وخنقوها خنقا في غياب عربي تام، وغياب جامعة الدول العربية بشكل تام، وغياب منظمة التعاون الإسلامي بشكل تام. وبالتالي نحن أمام مرحلة سوداوية شديدة الخطورة على الأمن القومي الفلسطيني والعربي. نعم. والأردني. إلى أي مدى ساعدت اتفاقيات التطبيع التي أطلقوا عليها اسم أبراهام في تسارع هذه الخطوات الصهيونية؟ كنا في الماضي نسمع عن استنكار وإدانة لبناء المستوطنات من دول عربية كثيرة، اليوم بالكاد نسمع، قبل قليل قرأت خبرا خاصا بالموقف المصري على سبيل المثال، الرافض الخارجية المصرية والموقف التركي، لكن باقي الدول لم تعد تستنكر، لم تعد تدين هذه الأفعال. دونالد ترامب حشر الجميع، ولديه مماسك ولديه استخبارات ولديه عيون كشفت على هذه الأنظمة المطبعة أمورا في منتهى الخطورة تكفي لاختفائها خلف الشمس.
وبالتالي ساوموهم على شرفهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى كراسي الحكم، ساوموهم حتى ركعوهم، ويعني هم لا يتعظون ولا يفهمون، حتى أنهم لا يتنبهون بأن دونالد ترامب هذا سيدهم في البيت الأبيض هو ذاهب أيضا، وليسوا هم بحاجة لأن يركعوا ويبقوا أذلاء، ولكن هذا الذي حصل. وفعليا نحن نشاهد حتى الاحتجاجات اختفت، بل بالعكس أصبح هناك احتجاجات عكسة تماما، فهناك تسويق للخمور لدولة الإمارات، هناك تسويق آخر أسوأ وهو البضائع التي هي مغموسة بدم أطفال فلسطين والشعب الفلسطيني وشهداء فلسطين، هذه تباع أيضا في أسواقهم. وهناك ما هو أسوأ أيضا، الديانة الإبراهيمية البوذية الجديدة التي أدخلوها لجزيرة العرب مجددا، هم يريدون الآن تنظيم صلاة في المسجد الأقصى المبارك لليهود وللأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا. هذا الأمر صادم بكل المقاييس. ما الذي يجري؟ ما الذي يجري من هذه الأنظمة؟ نعم. يعني نحن شاهدنا مع أنهم قالوا بأن هدف تلك الاتفاقيات التطبيع وقف خطة الضم الصهيونية لأجزاء من الضفة والقدس وغور الأردن، يعني حتى هذه الكذبة لم تصمت طويلا، أقل من شهر كان الاحتلال قد أعلن عن أجزاء أخرى ومستوطنات أخرى. والله الذي لا إله إلا هو أنهم كاذبون، وقسما بالله أنهم كاذبون، ولا علاقة لهم بوقف الضم. ووالله أنني من صبيحة هذا اليوم أنتقل من مستوطنة لأخرى وأقوم بعمليات تصوير، وعلى استعداد أن أزودكم بهذه الصور. نعم. إنهم يوسعون المستوطنات ويشقون طريقا جديدا، اليوم شاهدناها يشقون طريق عملاقة جدا، وأنتم أول من نحدثكم عن ذلك، ما بين القدس إلى بيت لحم إلى الخليل. هذه الطريق موازية للطريق السابقة، تربط كل المستوطنات الناحية الجنوبية غوش عتصيون وإفراتا مع بيت لحم مع القدس، لتصبح متروبوليتان جيروسالم. نعم. القدس الكبرى. نحن أمام كارثة محققة، ولا يوجد وقف للضم. أمام هذه نعم. بلدوزرات. أمام هذه الكارثة المحققة دكتور، ما الذي يمكن فعله فلسطينيا وعربيا وإسلاميا؟ أن تستفيق القيادة الفلسطينية السياسية التي وصلت الطريق مسدود، وأن يستفيق فريق أوسلو رحمة الله على اتحاد على صابع رقات رحمة واسعة. نعم. ذهب يعني، وكان بإمكاننا نعاتب، لكن نقول للأحياء منهم اتعظوا وكفى بالموت واعظا. يا جماعة اسحبوا الاعتراف بالكيان الصهيوني فورا، عودوا إلى قواعدكم، عودوا إلى خنادقكم، بلا من هالفنادق، بلا من هالمفاوضات، بلا من هذا العبث. كونوا يعني صلحا بين أنفسكم ومع أنفسكم ومع ربكم. وصلت الفكرة والدعوة دكتور، التي مكنتكم يوما من الأيام من أن تكونوا أسياد. أنتم الآن أذلاء صاغرين، أنتم اليوم عبيد لدونالد ترامب ونتنياهو. بوسعكم أن تعودوا إلى شعوبكم وأن تراهنوا على هذه الشعوب الحرة. لا يمكن أن تبقوا هكذا، لا يمكن أن تبقوا مفعول به، فلتكونوا فاعلين وليس مفعول. أشكرك جزيلا دكتور جمال عمر. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور جمال عمر الخبير في الشؤون المقدسية، كنت معنا عبر سكايب من القدس المحتلة.